ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. الآن لاحظوا في شخصية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الشخصية ممكن تتكرر عبر الأجيال في كل عصر من العصور، ولذلك بتشوفوها، أنتم راح تشوفوها في كل العصور. هذا في زمن الرسول كان في واحدة، في واحدة متفردة، شخصية متفردة، الوليد بن المغيرة أبو لخالد بن الوليد، كان شخص متفرد، تمام، وحيد عصره، وحيد عصره. بدنا نشوف وحيد عصره هذا، بدنا نشوف وحيد عصره شو كان، شو كان، شو موقفه. طب ليش بيستعرض مثل موقف هذا الرجل؟ لأنه هذه الشخصية تتكرر. المسلم بحاجة إلى أنه هذه الأمور يفهمها تماما حتى يفهم واقعه، يفهم واقعه، ما يعودش ييأس ويبقى مطمئن للمستقبل. تصوروا هذه من أوائل، هذه وغيرها من أوائل ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من أول يوم. انتبهوا الآن، من أول يوم كنت وتقرأ القرآن، من أول يوم كنت عارف إنه هذه الرسالة بدها تتم، وإنه الإسلام بده ينتصر انتصار ساحق. من أول يوم، من أول يوم الكلام كان واضح. وهذا من دلائل على فكرة اللي ممكن نقيم فيها الحجة على البشر، إنه محمد رسول. الرسول صلى الله عليه وسلم من أول آيات، من أول صور، من أول صور يكون الكلام واثق وبيعطيك النتيجة وبيعطيك المآلات. ثم تجد الناس اليوم اللي ما بدرسوا ولا بيعرفوا وين رايح التاريخ، بظنوا إنه الدين مش رح ينتصر وإنه مستقبلنا أسود وهو رح يكون أبيض. في ناس بظنوا أسود وهو أبيض قادم. طيب، ذرني ومن خلقت وحيدا. لاحظوا الآن، ذرني يعني في موضوع وشأن هذا الرجل اترك التوجه إلي في لا تتوجه إلي بموضوع هذا الرجل إنسان. أيوة، هذا عندي، يعني هذا معناته وضعه بده يكون صعب كثير. إذن إيش ذرني؟ مش مقل، مش عم بقول له ذره، ذرني إيش يعني ذرني؟ يعني لا تتوجه إلي بأي توجه في موضوع هذا، ذرني ومن خلقت وحيدا. إنسان كأنه مش موجود، ترك التوجه إلى الله مش إلى الرجل. ذرني ومن خلق، ذرني ومن خلقت، لا تتوجه إلي في شأن هذا الرجل. لا بده يتوجه بطلب مغفرة ولا شفاعة ولا حتى دعاء عليه، ما بلزمش لأنه في أكثر. نرجع لقضية ما هو عليه أهل التفسير، الوليد بن المغيرة، الوليد ابن المغيرة أبوه لخالد ابن الوليد، أبوه لخالد ابن الوليد. هذا الرجل يبدو كان صاحب مال عريض، لا لاحظوا، جاه، عقل، عقل، وأولاد، أولاد بكفة تعرفوا أنه خالد واحد. شو أولاده معناته هذا؟ خالد بن الوليد واحد منهم، وعمارة، عمارة بن الوليد اللي جت قريش وعرضت عمارة على أبي طالب، شيء قالوا له أبو طالب خد هاي يعطينا، يعني أعطينا محمد، قصدهم إنهم يعني يبطشوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وخذ مين؟ عمارة. معناته شو كاين عمارة؟ فهذا الرجل أعطاه الله سبحانه وتعالى من كله، واضح انه كان متميز على باقي زعماء قريش في عقله، تمام، في عقله. ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني بمعنى ذرني ومن خلقته وحيدا. يبدو الوليد بن المغيرة كان منفرد على باقي قريش بانه يجمع المال، وصفه طبعا بيوصفه سواء بصح أو ما بصحش، إنما روي في التاريخ من ضمن ما روي عن ابن عباس كمان إنه كان له مثلا بساتين وإلى آخره من
من مكة للطائف. طيب، وجعلت له مالا ممدودا وبنينا. ليش بنين هون؟ يعني مش أولاد هون الكلام، تعرفوا في ذاك الوقت، في ذاك الوقت قضية الأولاد الذكور عصبة، عصبة، خصوصا لما يكونوا شجعان وفرسان وممتلئين قوة وذكاء. يعني خالد بن الوليد مش بس قوة وذكاء فوق العادة، لأنه هو كائن خالد بن الوليد، بس قوة جسدية ولا ذكاء العسكري فوق العادة، فريد من نوعه خالد بن الوليد. يعني لحد الآن يعد يعني خططه في العسكرية تدرس لليوم، خططه العسكرية تدرس لليوم. وبالتالي كانوا لما يعرفوا أنه خالد موجود في الجيش الأعداء، معنوياتهم أنه خالد موجود، هذا خالد الذي لم يهزم في معركة قط. لاحظوا، وبنين شهودا، شهود إيش عن شهود؟ حاضرين دائما في كل المحافل معاه، لأنه عزوته في إيش كانت؟ يعني إله أولاد بس غايبين، يعني مسافرين على أمريكا مثلا ولا موجودين هون، احنا بنشوف في منهم اختيارية هون وإلهم أولاد وعايش لحاله هو المرأة. وين البنين الشهود؟ ومهدت له تمهيدا. لما يوطئ له الأمور ويسهلها ويخليها سالكة أموره في كل الاتجاهات، مهد له في المال، مهد له في الجاه، يعني فيش صعوبة، الأمور سلسة. كيف المهد للطفل الصغير؟ شو بنعمل فيه احنا؟ المهد، المهد الطفل الصغير احنا بنظبطه مشان الشيء يلين هيك من اجل انه الولد الصغير ينام فيه مهد. ومهدت له، مش مهدت له، تمهيدا، كلها سالكة من كل الاتجاهات. ما بتلاحظوش في ناس هيك انه اموره في الجانب المادي سالكة، في الولاد مطيعين، ال كله، والجاه بين الناس وكله سالك، في شيء داقر؟ لا، كله تمام. وهذا كان كله تمام، كله تمام. مين يحب يكون محله؟ مين يحب يكون محله؟ في ناس بظنوا انه هذا بيعني الرضا، مهد له تمهيد، كله تمام، راضي عنه يعني. لا، لانه كل واحد اصلا، كل واحد له اختبار وامتحان، مش انت اللي تختاره، الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، انت ملاكش، انت في اختبارك انجح، ايش بدك في اختبار غيرك؟ هاي يمد له للوليد واعطاه من كل شيء وكله تمام، وعاش على فكرة قرب اظن طعن في 90 كمان، ويبدو كأنه صحته تمام. هذه الصورة، صورة رجل كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم زعيم من الزعماء، قاوم الدعوة، وممكن هذه الصورة تتكرر في كل العصور، وتشوفوا هذول الناس اللي بيكونوا مالكين للمال والسلطان والجاه، وإذا ما بفهموش في مستشارين، وإذا هم بفهموش في المستشارين اللي يفهمونهم وكله، وبقاوموا دعوة الله سبحانه وتعالى. هذول اللي قال اترك التوجه إلي في موضوعهم، هذول موضوعهم انسوه. عارفين شو يعني؟ لأنه المسلم والداعي إلى الله لما يشوف أمام الدعوة أمثال هؤلاء متمكنين، لاحظوا، متمكنين في المال والجاه والسلطان والأبهة والأتباع والبلطجية اللي حولهم وكل هذا، بقول لك شو هذه الدعوة ضاعت. هذول بالذات انت ملكش فيهم، هذول محسومة اصلا امرهم، هذول بالذات. وهو الله سبحانه وتعالى لو ما يريد انه يكون امثال هؤلاء موجودين، يعني ما هو اصلا ما بيمهد للوليد ولا غيره، وبفقروا من أولها وبزيلوا من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الدعوة لما بتكون دعوة حق، على فكرة الدعوة لما تكون دعوة حق أصلا، اللي بيثبت إنها هي
جديرة إن يكون إلها المقاومة في أقوى صورها. الفكرة دير بالكم خصوصا لما تكون ربانية، لما تكون المقاومة إلها في أجلى صورها هون بيجي انتصارها.